هذا الجزء الثاني من ملخص بوايكا. الجزء الاول تلقاوه قبل منه في الباج فيسبوك ولاشين يوتيوب. بوايكا ملي تهرسات رجلو في الماتش مع جورج دمر نفسيا ولا كينضف الطويطات ديال السجن. هذا زايكوف هو اللي ولا حاكم الحلبه مور ما تهرس بوايكا وبعد على النزالات. غاغا ولا كيقمر عليه وكيربح موراه بزاف ديال الفلوس كيف ما كان كيدير مع بوايكا. فرشخ زايكوف المنافس ديالو وربح الماتش. ملي كان غاغا خارج من تما طاحت ليه فلوس شافها بوايكا قالها ليه. رد عليه غاغا بلي يمكن ليه ياخذها. قال هادشي بلا ما يعرف راه هو بوايكا حيت تبدل بزاف وحالته تدهورات. بوايكا نفسو حاره سبو وسطام على ديك الفلوس وتحرك. في العشيه تلاقى بواحد الموظف حكومي وغنعرفو بلي كان مقدم طلب تخفيف العقوبه ولكن الطلب ترفض وخاصو يكمل 15 العام اللي مازال عليه. رجع للزنزانه ديالو جلس كيفكر في كاع داكشي اللي فات واستنتج بلي الغرور ديالو هو اللي وصلو لهاد الحاله. فهاد الوقيته دخل عنده غاغا قال ليه بلي شحال هادي ربح معاه بزاف ديال الفلوس وجا باش يعاونو ورد ليه شويه ديال الجميل. قال ليه بوايكا الا بغيتي تعاونني خليني نرجع نقاتل في الحلبه. رد عليه غاغا بلي الا دخل الحلبه وهو في هاد الحاله غيصفيها لزيكوف. ملي مشى فحالو جمع صاحبنا راسو وبدا كيتريني وكيخرج داك الغضب اللي فيه. فواحد النهار مور ما سالت واحد الكومبا ديال زيكوف خرج بوايكا موراه كب عليه سبل ديال الماء وتحداه. ولكن في هاد اللحظه دخلوا الحراس ومنعوه يدخل الحلبه وهما غاديين بيه طلب غاغا من المدير يخليه يواجه زيكوف هكا حتى الا مات غيموت راضي على نفسه. داكشي اللي كان دخل صاحبنا للحلبة. فهاد الوقيته كان كلشي كيسبو حاقرو ولكن ملي بدا الماتش شد لك زيكوف وبدا عليه يشري تربح. بالرغم من الاصابه ديالو عطاه قتله ديال الكلاب ولاحو من الحلبة. غاغا ملي شاف هادشي تصدم رجع مره اخرى يراهن على بوايكا. ومن بعد اسبوع حولوه لسجن اخر في جورجيا حيت تما غدار واحد المسابقه عالميه ديال مقاتلي السجون. وبوايكا دخل السجن تلقى كاع المسجونين اللي مشاركين في المسابقه وهما كيشوفوا فيه كان كيقاوم الالم اللي في رجلو وكيحاول يمشي مقاد باش ما يعرفوش نقطه الضعف ديالو. هاد حفيان الراس هو مدير السجن يلا غيبدا يهضر معاهم. دخل واحد المسجون اخر ما كانش لابس المينوط كيف ما لابسينه هما. سناه المدير حتى وقف عاد كمل كلامه. امرهم يعرفوا براسهم. هاد الصاد قال لي من كوريا هذا كرواتيا الموستاج من اليونان راس لمسن فرنسا شعيكيك البرازيل لوين امريكا واخيرا بوايكا من روسيا. وسمعت عندكم تيتي زخاي بوايكا. اما الساجي اللي ما ضاربينش ليه المينوط فكان اصله من كولومبيا وسميتو راؤول لوين باسل. بقى مطلح على المدير وهو يعطي امر الحراس نفضوا ليه الباش. مور هادشي خداو كل واحد منهم للزنزانه ديالو وبوايكا دخل بلاصتو كان كيبان واكلها في رجلو بزز باش كيحركها. وملي كنقولوا سجن جديد ومسابقه جديده فاكيد غيكون حتى منظم جديد قوى من غاغا حيت باش تنظمها عالميا خاص تكون شي ركيزه صحيحه. واللي قدر يديرها هو هادشي باني وسميتو رايزو. جمع كاع مديري اعمال المساجين اللي كان من بينهم غاغا كمدير اعمال بوايكا وقال لهم الهدف ديال التجمع هو اننا ندخلوا اكبر قدر ممكن ديال الفلوس باقل الخسائر. النهار الاخر جمع القرع المساجين في الساحه قال لهم باللي عندهم ساعه ديال التدريب في النهار والوقت اللي بقى خاصهم يمشيو يخدموا في الكاريان. وهما كيهرسوا الحجر لوين سخط سب الحارس وقال لي انا جيت هنا باش ندير كومبا ماشي باش نهرس الحجر. دار فيه بوايكا وقال لي خدم وانت ساكت. لوين ما تسرطاتش اللي بغى يمشي يكبتها معاه ولكن ما خلاهمش الحراس. هزوا راسهم باللي مراول جالس تحت واحد الباراسول شاد دكه ومراح. علاش ما كيخدمش معاهم واخا حتى هو مسجون؟ من بعد ونعرفوا. ملي سال النهار رجعوا للسجن مسخسخين. قال لهم المدير بلي يقدروا يدخلوا يترينيو الساعه ديالهم ومشى للشومبر ديال راول عطاه واحد البواط فيها حقنه منشطه باش تعطيه الطاقه وتعاونو يربح الكومبات. بالفعل مع ضربها ودخل الحلبه يتدرب بان باللي كيطير وصله كاع هذوك اللي كيدربوا معاه. بوايكا الحاجه اللي شغله بالو الوقت كامل هي الضربه اللي في رجلو حيت كان خايفه تاثر عليه في الماتشات. جا النهار ديال اول كومبا واللي كان مشارك فيها البرازيلي ضد اليوناني. البرازيلي ود الحرام كان خفيف وكيطير نايمار ديال الحلبه. دار اليوناني السكسر باللك دار عليه بواحد اللعيبه ما عرفت شنو سميتها وبدا عليه بالكروشيه حتى ما بقاش قادر يتحرك. هكا ربح الكومبا. الماتش الثاني غيكون فيه الامريكي ضد الكرواتي. مع الدخله اللوين سيطر على الكومبا وبدا كيدخل ليه ولكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى تبت الكرواتي راسه ورجع للماتش حتى كان غيغلبو وهو يجي فيه اللوين بواحد الكروشي صيفطو يسرح النعام في الاخرة. الماتش الثالث يكون فيه بوايكا ضد الفرنسي. بوايكا معروف بالغمير مع دخل مع الشير اللي جابو الارض وبقى عليه هادي تنفع هادي الضر. ما جا فيني السعوب راه الكومبا بدات حتى كان بوايكا جاب ليه الكاو وربح الماتش. الكومبا الاخيره يكون فيها راول ضد الشينوي. راول معاك يستعمل المنشطات كان خفيف وصحيح اكثر من القياس. هي الشينوي ما يشير عليه والو ما دام انه لا حق لا باطل وباش غيهينو ديال بصح هي كان كيخوي ليه ويبقى يهضر مع الجمهور. ملي عياه مزيان بدا كيدخل ليه عطاه قتله ديال الكلاب. ما كاينش الضربه اللي كيصيفطها ليه وما تهرش ليه شي ضرعه ولا واخا غسلنا. ملي فرشخو بان في وجه مدراء اعمال المتنافسين باللي مداشرين منو حيت كان كيبان وحش ديال بصح. دخلوا الحراس هزوا المساجين اللي خسروا بس زعما يرجعوهم لبلادهم ولكن خداوهم لواحد الخلا وصفوها ليهم جمله.
النهار الاخر هما خدامين بدا لوين كيضحك مع بوايكا وهو يقيسو في رجلو بلا قصد. بوايكا سخات كبتها معاه. ديك الساعه جاو الحراس فكوهم وخداهم الانفرادي. الزنزانه ديال الانفرادي كانت عباره على 50 سنتيم مربع، يعني غدوز ديك المده كامله واقف. وهذا الشيء اثر لبوايكا على رجلو المريضه. ملي خرجوا من الانفرادي تلقاو مدراء اعمالهم قالوا ليهم بلي المدير كيخدمهم في الكاريان. كاكا ومدير اعمال لوين سمعوا هذا الشيء كعاو وقصدوا المدير. دخلوا لقاوه جالس مع رايزو، سولوا علاش كيخدم اللاعبين ديالهم. هنا دخل رايزو قال لهم سوا خدموا ولا لا، راه هو اللي غيربح المسابقه، ولا بغيتو حتى نتوما تربحوا بزاف ديال الفلوس راهنوا عليه. سولهم كاكا واللاعبين ديالهم شنوقع عليهم، قال لهم المدير مور ما يخسروا غنصفيوها ليهم كيف ما صفيناها اللي قبل منهم. كاكا ومدير اعمال لوين عجبهم البلان ووافقوا عليه حيت يدخل لهم بزاف ديال الفلوس. النهار الاخر في الكاريان غنلاحظوا بلي بوايكا واللوين ولاو صحاب، وهما خدامين ضربوا على راول بان ليهم ما جاش اليوم. وفي هاد الوقيته غنشوفوه في الشومبر ديالو كياخذ المنشطات. في العشيه رجعوا للسجن طلعوا ترينوا الساعه ديالهم بحال ديما. والنهار الاخر هما كيفطروا جاو الحراس وقفوهم وخداهم يخدموا بالجوع باش يضعفوا ويقدر راول يغلبهم بسهوله. في طريقهم للكاريان بدا اللوين كينقر وكيقول لبوايكا كيفاش غندخلوا للكومبا وحنا ما كناكلو مزيان ما كننعسو مزيان وفوق هادشي النهار كامل وحنا خدامين في الشمس. قال لي بوايكا شبالك نبقاو نترينيو في بقيه الخدمه؟ سولوا اللوين كيفاش، قال لي دير بحالي. ملي وصلوا للكاريان ردوا ديك الخدمه بحال شي اونترينمون. في التهرات كيركزوا على العضلات، في لاشارج كيشارجيو بطريقه بحال الا كيترينيو. المهم القضيه كتبان ناجحه. لاحظ اللوين بلي بوايكا مضروب في رجلو وهو يقطع ليه واحد النبته عطاها ليه وقال لي استعملها حيت تنفعو بزاف. وهما كيرتاحوا ضرب بوايكا على اللوين واش مبنت ولد في صدرو. سول واش ولادو، قال لي اه، وعلى قبلهم داير جهدي باش نربح ونرجع نشوفهم. سولو حتى هو شنو السبب اللي خلاه يجي يقاتل، قال لي بوايكا ببساطه حيت الجائزه ديال المسابقه هي الحريه. في الليل ملي رجعوا للسجن دار بوايكا النبته في رجلو كيف ما وراه اللوين. والنهار الاخر نشوفو دخل الماتش ديالو ضد البرازيلي. البرازيلي كان كيطير، عيالك بوايكا مزيان ولكن نقطه الضعف ديالو هي ما عندوش جهد في الضربه. دخل لي بوايكا شي دقات تبتو من يدو وهو يستسلم. ملي ربح بوايكا الماتش عاونو يوقف وسلم عليه بروح رياضيه. مور هاد الشيء خداو الحراس البرازيلي للبلاصه المعلومه وعدموه كيف ما عدموا اللي خسروا قبل منه. في العشيه غنشوفو رايزو كيقول لمدير السجن بلي ما مرتاحش لبوايكا واللوين. قال لي القرع والا عليك انا غنتكلف بهم. في الليل مشى عند اللوين بقى كيستفزو حتى دور ليه النقشه، وملي بغى يهجم عليه طلق عليه الحراس يبكوا في عصا. عطاه قتله ديال الكلاب وخداو الزنزانه ديالو. النهار الاخر بوايكا كيفطر جاتو في شكل اللوين ما جاش اليوم. مشى للزنزانه ديالو يطمئن عليه لقاه مفرشخ. سولو شنو وقع، قال لي المدير اللي دار لي هاد الشيء. بوايكا حقد ولكن ما عنده ما يدير، قصد الصال وبدا كيبرد غدايدو في الصاك. وهو كيتريني جا عنده راول، قال لي سمعت باللي كنتي ملك الحلبات شحال هادي، ولكن مور الماتش ضد جورج وليتي فامد ميناج. قال لي بوايكا هاد الفامد ميناج غتفرش خمك في الكومبا. من بعد ايام رجع اللوين يتريني، وهو في الصالة يكون بوايكا مراقبه، لاحظ باللي مازال مأثرة فيه العصا ديال الحراس، وإلا شارك في شي كومبا غادي غير ياكلها ويخرج. وهما غاديين للكاريان قال لي بوايكا خاصك تهرب من هنا، حيت إلا شاركتي في الماتش ديال غدا بهاد الحالة غتخسر. اللوين ما عجباتوش الفكرة ديال الهروب. ملي وصلوا للكاريان بقى بوايكا كيضغط عليه وكيحاول يقنعو يهرب، ولكن اللوين رفض بمرة وقال لي ماشي مشكل، ياك إلا خسرت نرجع لبلادي. فهاد الوقيتة غيكون واحد المسجون قديم كيفرق لمحداهم، غيسمعهم وغيقول اللوين باللي ما كايناش شي حاجة سميتها ترجع لبلادك، حيت اللي خسر في الكومبا كيعدموه. اللوين سمع هادشي بالغول بارد ووافق على فكرة الهروب اللي اقترح عليه بوايكا. حط السنسلة اللي رابطينهم بها فوق واحد الحجرة، دار براسو كيهرسها وهو في الحقيقة كيحاول يفك السنسلة. شافوا واحد من الحراس علم الآخرين يهجموا عليهم، هنا صحابنا شبكوا مع الحراس الخوم كاملين. خدا بوايكا لواحد السارو تفك اللوين هرب وهو بقى ملاهيهم بين ما يبعد. حتى لهاد اللحظة جا واحد ضربو اللوجه غيبو، وملي فاق لقى راسو في الزنزانة ورايزو والمدير واقفين عليه. قالوا ليه انت السبب في هروب اللوين، رد عليهم بلي بغى يشوف كاكا. فهاد اللحظة خرج كاكا اللي كان مخبع غير تما وقال ليه بلي حط فلوسو كاملين على راول، حيت بالإصابة اللي في رجلو باينة ما غيدير معاه والو. بوايكا تعصب وقال كاكا غبلاتي أنا ضد فيك غنربح الكومبا ونخليك تخسر فلوس كاملين. قال لي رايزو ما طلبتي غير الموجود، حيت اللوين هرب غدا غتلعب الفينال ضد راول. النهار الاخر بدا الماتش ديال بوايكا وراول. راول كان ضارب المنشطات، داك الشيء علاش بوايكا ما قشر معاه حتى وزه. مع الدخله شبو عصا وجا فيه بكروشي حتى طارت خنونتو، طيحو في الارض تبتو من رجلو، ولكن قدر بوايكا يتفك. بقى راول كيلعب لي على رجلو حتى ما بقاش قادر يوقف عليها، موراها جمعو بنص سلاحو من الحلبه. بوايكا كان واكلها ديال بصح، ولكن واخا هكاك ما استسلمش، ربط رجلو بفوطه ودخل الحلبه يكمل النزال. وراول كيحتفل حيت حساب ليه ربح، تفاجئ به موراه وتخلع حيت داك المنشط كيبقى المفعول ديالو مده قصيره. بوايكا كان حاقد على حبه، شدو هادي تنفع هادي الضر واللي ما قتلت تسمن. صرخو مزيان، وفي كل مره كان راول كيحاول يلعب ليه على رجلو كان كيطاكيه ويجي فيه بضربه يطيحو. وباش يختمها شيع ليه راول بركله وهو يعرض ليه ركبته ضرب فيها ورجلو كامله دغدغات. طاح راول في الارض
الارض كيغوت هاكا ربح بوايكا الماتش. شنا كاكا على رايزو وقال لي ما غاديش ندوزها لك على هاد 5 مليون اللي خسرت بسببك. مدير اعمال لوين حتى هو السلاح وقصد مدير السجن يصفيها ليه حيت بسببه خسر فلوسه. فهاد اللحظه دخل عليهم رايزو، ظهر مدير اعمال لوين تيرا في قتلو، وملي بغى يدور المدير لقى جبد الفردي وصدق هو اللي قاتلو. مور هاد الشيء مشى عند بوايكا قال لي بلي واخا ربح الكومبا ما غاديش يهرب من هنا حي حيت بسببه هرب لوين. خداوه للبلاصه المعلومه باش يعدموه. يلا غيتيري فيه المدير، خرج لوين تيرا في المدير قتلو، وخرجوا الرجال ديال كاكا قتلو الحراس الاخرين. بوايكا ملي شاف كاكا تصدم، سولو علاش جا دافع عليه واخا بسببه خسر فلوسه. قال لي كاكا شمن خسرت، انا راه كنت مراهن عليك حيت عارفك انت بطل مصارعه السجون وحتى حد ما يقدر عليك، وغير درت داك القنار للمنظمين باش نزرفهم ونجمع حب وتبن. في الاخير عطاه شنطه ديال الفلوس وقال لي انت حر دابا. ودع صاحبو اللوين اللي مشى مع كاكا باش يولي حارس الشخصي ديالو، خدا الشنطه ديال الفلوس وتحرك يبدا حياه جديده وهو غيطير بالفرحه. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلقاو في فيديو الجاي. بيس.